السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للنص الوظيفي الأول المندرج ضمن الأسبوع الأول من الوحدة الخامسة، مجال الماء والحياة، المرجع مرشدي في اللغة العربية للمستوى الثالث. إذا نجيب عن أسئلة ما قبل القراءة. ألاحظ وأتوقع. لماذا تنفخ الريح على الغيمة؟ ماذا يسقي مطر الغيمة؟ إذا لاحظوا معي في الصورة، الصورة المرافقة للنص، الريح تنفخ على الغيمة. إذا لماذا تنفخ الريح على الغيمة؟ إذا تنفخ الريح على الغيمة لإنزال المطر. تنفخ الريح على الغيمة لإنزال المطر. ماذا يسقي المطر؟ ماذا يسقي مطر الغيمة؟ يسقي مطر الغيمة الإنسان والحيوان والحقول والأنهار والبحار. إذا تنفخ الريح على الغيمة لإنزال المطر. يسقي المطر الغيمة والإنسان الحيوان والحقول والأنهار والبحار. إذا ما الذي تفهمه من عنوان النص الريح والغيمة؟ ما نفهم من عنوان النص الريح والغيمة؟ الريح والغيمة يتخاصمان في الفضاء، الريح والغيمة يطيران في الفضاء، الريح والغيمة يحملان المطر إلى الأرض، الريح والغيمة يحبسان المطر عن الأرض. إذا ما نفهم من العنوان أن الريح والغيمة يحملان المطر إلى الأرض. نقرأ النص. الريح والغيمة مرت الريح فوق البحر فقالت له: أيها البحر هل ترافقني؟ قال البحر: إلى أين؟ فقالت الريح: للقيام برحلة في البلاد. فقال البحر: لا أستطيع. سألته الريح: لماذا؟ فأجاب البحر: لأني أنا البحر. لم يعجب هذا الجواب الريح فقالت: يا لك من متكبر. تابعت الريح طريقها فوق البحر فشاهدت مركبا فقالت له: هل ترافقني؟ فقال المركب: إذا سمحت لي فالتجار ينتظرونني على الشاطئ الآخر وعنابري حافلة بالجوز واللوز والتوابل. لما نفخت الريح في الأشرعة جرى المركب فوق الماء حتى وصل إلى الشاطئ حيث كان التجار ينتظرون، ثم توقف ولم يتقدم بعد ذلك. تابعت الريح طريقها فشاهدت شجرة فقالت لها: هل ترافقينني في رحلتي؟ أجابت الشجرة: كلا. فسألتها الريح: لماذا؟ فردت الشجرة: لأني أنتظر الربيع كي أورق وأزهر وأصنع ثمرا للناس. واصلت الريح سيرها فالتقت بجبل فقالت له: هل تسافر معي؟ فقال لها الجبل: أنا لست في غنى عنك، ولكن كيف أسافر معك وأنا أحمل على ظهري الثلج والغابة؟ شعرت الريح بالوحدة، تلفتت هنا وهناك فرأت غيمة فقالت لها: أيتها الصديقة، أتسافرين معي؟ فقالت الغيمة بفرح: نعم نعم احمليني، فأنا على موعد مع فلاح بذر حبوبه وغرس شتائله ثم دعا الله أن أصل إليه، لعلي قد تأخرت عنه وأخشى أن أصل بعد فوات الأوان. قالت الريح: امتطي ظهري وسأحملك إليه قبل أن تذبل شتائله وتموت بذوره في باطن الأرض. امتطت الغيمة ظهر الريح وانطلقت في طريقها فرحة لأنها تحمل الأمل والخير لفلاح ينتظر. السؤال الأول: أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة. توقف، استوقف. الشرطي السائق. إذن ماذا نقول؟ استوقف، استوقف استوقف الشرطي السائق عن السبب عن السير بسبب الأمطار. إذا توقف، توقف عن السير بسبب الأمطار.
اختاروا المعنى المناسب للكلمة الملونة فيما يأتي. إذا لدي بعض الكلمات الملونة، سنختار المناسبة منها حسب سياق الجملة. عنابري حافلة بالجوز، عنابري محتفلة بالجوز، عنابري مملوءة بالجوز، أم عنابري بعيدة عن الجوز؟ إذا عنابري مملوءة بالجوز، مملوءة بالجوز. امتطي ظهري، امسحي ظهري، غطي ظهري أو اركبي ظهري. إذا امتطي بمعنى اركبي، اركبي ظهري. اكتشفوا الكلمة التي لا تنتمي إلى كل مجموعة. إذا عندي مجموعتين، كل مجموعة فيها واحد الكلمة دخيلة اللي ما كتنتميش للمجموعة. ريح، بحر، غيمة، دار، ثلج، مطر. إذا ريح، بحر، غيمة، دار، ثلج، مطر. إذا الكلمة الدخيلة هي كلمة دار، هي الكلمة الدخيلة. إذا شجرة، ثمار، جبل، حبوب، غرس، شتائل. إذا عندي مجموعة ديال الكلمات، الكلمة الدخيلة على هذه الكلمات هي كلمة جبل. استعمل الكلمات في جمل. كلا، حيث، لعلي، أيها، الآخر. إذا في كل كلمة من كل كلمة سنكون جملة. إذا كلا سننجز واجباتنا أولا، كلا سننجز واجباتنا أولا. وقف الأستاذ حيث وقف المدير، وقف الأستاذ حيث وقف المدير. لعلي غدا سأمارس رياضة المشي رفقة جدتي، لعلي غدا سأمارس رياضة المشي رفقة جدتي. أيها السائق لا تسرع، أيها السائق لا تسرع. ليس بيني وبين المتسابق الآخر سوى أمتار قليلة، ليس بيني وبين المتسابق الآخر سوى أمتار قليلة. أعيد، كلا سننجز واجباتنا أولا، وقف الأستاذ حيث وقف المدير، لعلي غدا سأمارس رياضة المشي رفقة جدتي، أيها السائق لا تسرع، ليس بيني وبين المتسابق الآخر سوى أمتار قليلة. أعين الكلمات الغريبة عن النص. إذا الريح، البحر، المركب، الشجرة، الجبل، الغيمة، الموجة. إذا ذكرت الريح، ذكر البحر، ذكر المركب، ذكرت الشجرة، الجبل أيضا ذكر، الغيمة ذكرت، ولكن الموجة هي الوحيدة التي لم تذكر. إذا الكلمة الغريبة عن النص هي كلمة الموجة. أختار الجواب المناسب لما قرأته بوضع علامة إكس. لا يريد البحر أن يرافق الريح لأنه يقوم برحلة، أم يحب المراكب؟ إذا لاحظوا معي في النص بماذا أجابها. قالت الريح للقيام برحلة في البلاد، فقال البحر لا أستطيع. سألت الريح لماذا، فأجاب لأني أنا البحر. يعني بمعنى أنه متكبر، بمعنى أنه متكبر، لهذا لا يريد القيام برحلة رفقة الريح، أنه متكبر. لا يريد المركب أن يرافق الريح لأنه يخاف البحر، لأنه يحمل التجار، وأولين أنه يقف في الشاطئ. أيضا ورد في النص سبب رفض المركب لمرافقة الريح، فقال المركب إذا سمحت لي فالتجار ينتظرونني على الشاطئ الآخر. إذا لأنه يحمل التجار. لا تريد الشجرة أن ترافق الريح لأنها تنتظر الطيور، تنتظر المطر، أم تنتظر الربيع. إذا لا تريد الشجرة أن ترافق الريح لأنها تنتظر الربيع. لا يريد الجبل أن يرافق الريح لأنه يحمل حيوان، يحمل الثلج، أم يحمل وديان، لأنه يحمل الثلج. لماذا قبلت الغيمة أن ترافق الريح؟ لماذا قبلت الغيمة أن ترافق الريح؟ إذا قبلت الغيمة أن ترافق الريح لأنها كانت على موعد مع الفلاح لسقي حقوله. قبلت الغيمة أن ترافق الريح لأنها كانت على موعد مع الفلاح لسقي حقوله. وورد ذلك في هذه الفقرة.
نعم نعم احمليني فأنا على موعد مع فلاح بدر حبوبه وغرس شتائله ثم دعا الله أن أصل إليه. إذن قبلت الغيمة أن ترافق الريح لأنها كانت على موعد مع الفلاح لسقي حقوله. أنتج جملة أحاكي فيها ما يأتي: أيها البحر هل ترافقني؟ يا لك من متكبر. أيتها الشجرة هل تضللينني؟ يا لك من متغطرسة. أيتها الشجرة هل تضللينني؟ يا لك من متغطرسة. أضع مكان كل كلمة ملونة إحدى الكلمات الآتية وبعدها إلى أن، عندما، حينئذ. إذن لما نفخت الريح في الأشرعة جرى المركب فوق الماء. إذن عندما، يمكننا أن نعوض كلمة لما بكلمة عندما نفخت الريح في الأشرعة جرى المركب فوق الماء حتى وصل إلى الشاطئ. إلى أن، إذن نعوض كلمة حتى بكلمة إلى أن وصل إلى الشاطئ. آنذاك كان التجار ينتظرون. حينئذ، حينئذ كان التجار ينتظرون. ثم توقف ولم يتقدم. إذن هنا وبعدها، وبعدها كان التجار ينتظرون ثم توقف ولم يتقدم. إذن حينئذ، حينئذ توقف ولم يتقدم. إذن عندما نفخت الريح في الأشرعة جرى المركب فوق الماء حتى إلى أن وصل إلى الشاطئ وبعدها كان التجار ينتظرون. حينئذ توقف ولم يتقدم بعد ذلك. أرتب ما قبلته الريح حسب النص باستعمال 1 2 3 4. إذن ما قبلته الريح بالترتيب: قبلت في بداية البحر، ثم المركب، ثم الشجرة والجبل، وأخيرا قابلت الغيمة. إذا قابلت الريح في البداية البحر، ثم المركب والشجرة، ثم الجبل، وأخيرا الغيمة. أشرح ما تقوم به الطبيعة. إذا لاحظوا معي في هذه الصورة، هناك الحقول، الغيمة، الريح، الأشجار. إذا كل ما في الطبيعة له دور في حياتنا، في حياة الإنسان. فالريح تحمل الغيمة المحملة بالأمطار التي بدورها تسقي الحقول، والحقول تعطي ثمار للإنسان. إذن كل ما في الطبيعة له دور في حياة الإنسان. فالريح تحمل الغيمة المحملة بالأمطار التي بدورها تقوم بسقي الحقول، والحقول تعطي الثمار للإنسان. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.